بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماننا طبائعنا العقلية. مقال قصير من كتاب الحقائق التوحيدية الكبرى. إمام زماننا طبائعنا العقلية. عندما نترك سلام الأحد ونتوه في طرقات الآحاد، إذا نحن عم نتناغم مع العقل الكلي من خلال طبائع العقل بتوازنها لكي نتناغم مع الإلهية أي الأحد. الواحد هو العقل الكلي والأحد هو النظام الإلهي. الأحد لا يمكن التناغم معه بدون التناغم مع الواحد، والواحد اللي هو العقل لا يمكن التناغم معه بدون توازن طبائعه فينا. فبمجرد الاعتقاد بالعقل لا يعني أنك أصبحت من أبناء العقل. تعتقد أنك من أبناء العقل، حقيقة الأمر طباعك عم تبرهن على أنه ضدي، فبالتالي الإله العقائدي المزعوم اللي أنت عم تتناغم معه واضح أنه متعدد بسبب تكفير الآخرين. معتقد أنه رمزهم العقائدي شيء ورمزك العقائدي شيء آخر، معتقد أنه الإله متجزئ وأنت مخصص الملكية لرب العالمين من خلال عقيدتك، وهي كلها عبارة عن أنانيات وهمية بتحتم على أنه اعتقادك بالله اعتقاد شيطاني مش رحماني أبدا. عشان هيك عندما نترك سلام الأحد ونتوه في طرقات الآحاد، عندما نسيء الظن في العباد، عندما نعتقد أن التوحيد اعتقاد، عندما يتجدد الظاهر في قلوب الموحدين ويهاجمون إخوانهم من الموحدين تشبها بواقعة مسجد ريدان، عندما تكال التهم جزافا، وعندما لا يبقى شر مكمن إلا ويظهر، سنعيش في عالم الضد، عالمنا المادي، وينقسم الجمعان، قسم يعتقد بإمام الزمان وينطق باسمه دون التحلي بطبائعه العقلية، وهؤلاء هم الذين قيل فيهم إن قائم الحق حين يظهر أول ما يقتل القائلين به بظواهر ألسنتهم. نطقاء، مجرد نطقاء بالتوحيد. وقسم يعيش طبائع العقل فيعرف إمام الزمان من نور قلبه تشبها به لنصبح أبناء بررة لأبن بار. فغاية الموحد الوصول لحد الإمامة بمنزلته، فتقوم قيامة وعيه منتظرا قيامة الحقيقة في كل العالم بعودة جواهر حدود الوجود، حيث ينتصب الميزان بتفعيل قوانين العقل في الفعل ورد الفعل، حيث لا يمهل ولا يهمل. وهذا هو زمن الخلاص الآن نحن به، منتصب ميزان القائم بالحق من خلال تفعيل قوانين الكارما بالفعل ورد الفعل، وبالتالي تنعكس كل فكرة وشعور نية على كل نفس، إذ يصبح ميزان الحق نشيطا والقانون محسوسا، فنعرف حقا أن الله حق، فنعرف حقا أن الله حق من خلال الواقع المادي الملموس.
انتهى زمن المد الكوني، حيث زمن مد الظل كما ورد في القرآن الكريم. كان القانون يمهل ولا يهمل، أما الآن فنحن في فترة الجزر الكوني، في مفصل تحولي دقيق على أعتاب العصر الذهبي. وما هو العصر الذهبي؟ هو تفعيل قوانين الكارما. مش العصر الذهبي مثل ما بيعتقد البعض، بده يجي شخص وكأنه موقف العصر الذهبي على ولادة إبريما مثلا. إبريما هو تعبير عن المحبة الإنسانية في طائفة الإنسانية كدين واحد بدين المحبة. وإن ظهر بشخص أو ما ظهر سيان عند الموحدين، ليه؟ لأنهم فهمانين القضية من خلال تسلسل عرفاني مع الحكماء منذ الأزل وإلى الأبد. فالموحد ما بيرتقب شيء بالمستقبل، عايش المحبة الآن، أي بريما الآن، من خلال توازن بطبائع العقل، وشايف كيف الميزان منصوب، ومحترم الحدود من خلال ممثولاتها في العالم الأرضي بعناصر الطبيعة الخمس. وبالتالي أصبح من الموحدين الفائزين في الدارين. أما اللي بعده عم ينتظر، رح يجي المستقبل هو ينتظر. أما حقا إن قائم الحق حين يظهر أول ما يقتل القائلين به بظواهر ألسنتهم. على فكرة القتل معنوي، قائم الحق هو عبارة عن نور، أي شمس ترتفع، أي قوانين تتفاعل تنشط. فالقتل أصبح هو عبارة عن شمعة نور تبدد الظلام، شمس فجر جديد ارتفعت لتزيح الظلام، وكأن قتلت الظلام. فمن الذي سيتألم؟ هم غير المستعدين لهذه الحقائق العرفانية الخفية اللي بعده راح ينتظروا كيانات حسية بدها تجي على هوائيات أمزجتهم ونفوسهم المتطرفة المريضة السقيمة الجاهلة بطبقات الوجود وعناصر جواهر الحدود ومفهوم العقل الكلي بين الواحد والأحد وتعدديته في عالم الآحاد اللي هو نحن الآحاد أبناء. إذا نحن رجعنا للواحد فينا، وكأن توازنت فينا طبائع العقل، أصبحنا أئمة للزمان بمنزلتنا، نستطيع أن ننسجم مع الأحد أي النظام الإلهي الشمولي. باقي ما تبقى كل اعتقادات، والتوحيد أساس البراءة من كل الاعتقادات. البراءة يعني شفاء، حالة شفاء، تبرأت الحياة في بذرة ما، بذرة نباتية ما، تبرأت الحياة العنصر الحي من القشرة الصلبة، وكأنه تبرأت من الأنا المغلقة، الأنا العقائدي، وبدأت تنمو بالوعي. فإذا الموحد الحقيقي بريء ومتبرئ، إنسان بريء، مش أي ضد يأتي ضد أحد، تبرأ أي بدأ ينمو بالوعي.